مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. بصراحة الوضع بيبقى صعب شوية لما احنا بنبقى متعودين فترة كبيرة جدا نتواصل مع حضراتكم كل يوم، وفجأة كده بسبب الظروف الحالية نطلع بس مرتين في الأسبوع، مضطرين ان احنا نستحمل الفترة دي. وفي نفس الوقت اكيد هنحاول كل ما نتواصل مع حضراتكم نقول لكم كل جديد اللي بيخص النادي الأهلي، نادينا الحبيب، وكمان كافة الأخبار العالمية والمحلية من خلال حلقات كلام في الميديا المختلفة. خليني كمان اقول لحضراتكم ان احنا مستنيين تفاعلكم معانا من خلال هاشتاج اسأل كلام في الميديا. اي فيديو حابب ان انت تبعته لنا ابعته من خلال هاشتاج ده، فيديو ما يزيدش عن 25 ثانيه مثلا، تمام؟ اسال اللي انت عايزه، قول الرساله اللي نفسك فيها، هنعرضها ونرد عليها على طول من خلال الحلقات المختلفه لهذا البرنامج. خليني كمان اقول لحضراتكم ان النهارده هيشرفني وينورني في الاستوديو الاستاذ خالد الاتريبي، رئيس القسم الرياضي بالشروق والناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم معاه في مختلف الملفات الهامه تحديدا في الجزء الثاني من حلقه اليوم. سريعا خليني ابتدي باهم العناوين، عشان بعد اهم العناوين عندي كلام مهم جدا. يلا بينا. الجهاز الفني للأهلي واصل متابعة تدريبات اللاعبين المنزلية. انتخابات اتحاد الكرة تشتعل رغم توقف النشاط الرياضي. رابطة لاعبي الدوري الإنجليزي تقترح التبرع بدلا من تخفيض الرواتب. واقتراحات مبتكرة في قوانين كرة القدم في ظل أزمة كورونا. طيب بصراحة أنا اترددت كتير جدا قبل الحلقة إن أتكلم في الموضوع اللي هتكلم فيه مع حضراتكم، وهو بخصوص تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق. واسمحوا لي إن أنا أقول كابتن، لأن هو طبعا كان في يوم من الأيام لعيب ممثل النادي الأهلي كلاعب كبير داخل صفوف القلعة الحمراء. فالكابتن مجدي عبد الغني وتصريحاته اللي شفناها من خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك، وفي الحقيقة كانت تصريحات صدمة شوية. في نفس الوقت أنا عايز أتكلم في اتجاه إيه؟ في اتجاه إن مش القصة مش الدفاع عن مسؤول في النادي الأهلي، القصة مش دفاع عن عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، لكن هي القصة دفاع عن كيان النادي الأهلي، عن قيم ومبادئ النادي اللي إحنا تربينا وتعودنا عليها. بصراحة الواحد شافه ده ملوش أي صلة أو أي علاقة بأي طريقة من الطرق بمبادئ وقيم النادي الأهلي. بتكلم بالتحديد بخصوص تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني ولو كل الاحترام والتقدير، لان احنا عارفين دايما احنا عندنا في النادي الاهلي كده متربيين على ثوابت معينه، سواء بقى مع مجلس الاداره الحالي، المجلس الاداره اللي قبليه، اللي قبله، اي مجلس اداره على مدار التاريخ. دايما كده انت متعود، وانت اكيد متفق معايا وانت بتسمعني كده دلوقتي، انت متعود ان انت لما بتسمع حد بيتكلم وهو بينتمي للنادي الاهلي او كان في يوم من الايام لعيب او مسؤول في النادي الاهلي مثلا، لا بتبقى عارف ان طريقه الكلام بشكل محدد، ما بتخرجش عن الاطار ده، ما بتتكلمش بالفاظ للاسف الشديد الفاظ ما نحبش ان احنا نسمعها. الاسلوب كمان الاهم بالنسبه للالفاظ طبعا. تاني حاجه الاسلوب، مش ده اسلوب يا كابتن مجدي، مش ده اسلوب النادي الاهلي خالص، مش ده اسلوب ابن من ابناء النادي الاهلي يا كابتن مجدي. اختلف، ما فيش اي مشكله، قول وجهه نظرك، ما فيش اي مشكله خالص، بس في اطار الطبيعي اللي الناس اتعودت عليه. بالمناسبة أي مجلس إدارة في الدنيا معرض إن هو يخطئ ويصيب. كابتن محمود الخطيب بمجلس إدارته، المهندس محمود طاهر بمجلس إدارته، الكابتن حسن حمدي بمجلس إدارته، حتى الكابتن كمان صالح سليم بمجلس إدارته. أي حد يا جماعة معرض إن هو يخطئ ويصيب، لكن الأسلوب اللي إحنا بنتكلم بيه، الطريقة، خصوصا لما أكون محسوب على اسم كبير زي اسم النادي الأهلي، لازم أبقى حاطط في اعتباري دايما إن أنا بتكلم بطريقة تناسب اللي اتعودت عليه جوه النادي الاهلي. للاسف الشديد برضو في ناس كتير جدا ممكن تعيش سنين داخل النادي الاهلي بس ما تشربش من النادي الاهلي حاجه، وفي ناس ممكن تخش يوم واحد ما يبقوش من اولاد النادي بس يشربوا كل حاجه ايجابيه من النادي الاهلي، مبادئ، قيم، اخلاق، اسلوب وطريقه تتكلم بيها. كل الاحترام والتقدير للكابتن مجدي عبد الغني، لكن في نفس الوقت انا هنا مش بدافع عن مسؤول، انا مش بتكلم على مجلس اداره او مش بتكلم على اعضاء لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، الناس دول مش محتاجين ان احنا ندافع عنهم، دول قامات كبيره. لكن لو حضرتك عايز تنتقدهم او عايز تنتقد ايا كان مين هو جوه النادي الاهلي، انتقد بالاسلوب الجيد، الاسلوب الناس تتقبله منك. طب انا عايز اسال الكابتن مجدي عبد الغني سؤال، هل
بعد الكلام اللي حضرتك قلته ده، تفتكر مثلا ان جمهور الاهلي هيغفر لك يا كابتن مجدي؟ تفتكر مثلا ان جمهور الاهلي هيتعاطف معاك؟ ما اعتقدش خالص. وانا هنا بطالب الكابتن مجدي عبد الغني بحاجتين او حاجه واحده محدده، هي ايه؟ انا مش عايزك تعتذر لا المسؤول ولا العضو لجنه التخطيط، ولا تعتذر لاعضاء النادي الاهلي ولا الجمهور. انا عايزك تعتذر لكيان النادي الاهلي. اعتذر لكيان النادي الاهلي يا كابتن مجدي، لان بصراحه اسلوب كان لا يليق اطلاقا باسم النادي الاهلي وباسم لعيب كان موجود داخل النادي ده. فللاسف الشديد، للاسف الشديد، البعض بيحاول ان هو يركب الترند. بقالي فتره مثلا الدنيا هاديه بالنسبه لي، مش موجود شويه، لا يلا، خصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. يعني هي دي ظروف ان نتكلم فيها في امور ملهاش لازمه بصراحه. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال الاختلاف لازم يكون باسلوب افضل من كده. الاختلاف لازم يكون موجود. انا ما عنديش مشكله اي حد يختلف يا جماعه مع اي حد جوه النادي الاهلي، ده طبيعي. لكن المؤكد ان في ثوابت جوه النادي الاهلي على مدار مجالس الادارات المختلفه، ثوابت الناس بتمشي من خلالها، سيستم الناس بتمشي من خلاله، اسلوب في الكلام بيبقى محترم، مهذب، راقي. ده اهم شيء، مش الاسلوب اللي احنا شفناه ده يا كابتن مجدي. وانا لاول مره، يعني من لاول مره هتكلم باسم شخص بشكل مباشر، يعني اللي هو الكابتن مجدي عبد الغني، او اوجه كلامي لشخص بشكل مباشر. لان في الحقيقه الواحد زعلان، الواحد زعل لما شاف الطريقه دي والاسلوب ده. فيما يتعلق بشق بقى ايه احمد فتحي وليد سليمان، وان وليد سليمان واخد مش عارف رقم كام، واحمد فتحي الناس بتلومه، ومين لام احمد فتحي يا كابتن مجدي؟ مين لا؟ ده النادي الاهلي كتب قال نتمنى كل التوفيق لاحمد فتحي. ايه اللوم في كده؟ ايه الغلط اللي حصل في كده؟ لاعب ليه كل التقدير والاحترام والتاريخ الكبير مع النادي الاهلي، قراره هو حر، ده قراره. احنا في عصر احتراف. وبالمناسبه في كلامك يا كابتن مجدي برضو انت قلت عصر الاحتراف، هو عصر الاحتراف في حاجات وحاجات لا؟ ما هو طالما ده عصر الاحتراف فانا بيبقى عندي مدير فني، مدير فني طالب مثلا ان انا اجدد مع وليد سليمان واحمد فتحي، فانا هشتغل، هنجح هنجح، مش هنجح خلاص هبقى عملت اللي عليا. بس في الاخر عندي سقف وحدود بتحرك فيها. السقف اعلى سقف ممكن يكون وصل له وليد سليمان، اعلى سقف قدر النادي الاهلي يعرضه احمد فتحي. جاله عرض تاني من بره مفيش مشكله، الراجل شايف ان ده مصلحته هو، مفيش مشكله. في البعض من اللعيبه بيبقى عندهم الانتماء غالبا، هو احمد فتحي منتمي للنادي الاهلي بالمناسبه، لكن دايما ممكن قراره يبقى عاطفي بشكل كبير ويكمل مع النادي الاهلي دون وضع في الاعتبار اي امور اخرى يعني بتتعلق بالماده. تمام؟ فالاهلي عمل عليه في الملف ده وليد سليمان ان هو 35 سنه ومش 35 سنه، وازاي مبلغ زي ده يدفع له وكلام من ده. برضه الاهلي ماشي في حدود معينه. مدير فني تاني طلب مني ان انا اجدد لوليد سليمان، جددت له بالليمت اللي انا شايفه، بما يوليك كمان بتاريخ وليد سليمان مع النادي الاهلي. الراجل ادى وضحى بكتير جدا عشان النادي الاهلي. فانا مستغرب بصراحه، مستغرب جدا يعني بالتحديد بخصوص وليد سليمان. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا عايز اسال كابتن مجدي سؤال. ممكن على فكره انت تتفق ان ممكن يكون مبلغ بتاع وليد سليمان من غير ما اقول مبالغ كبير، وممكن تقول ان ده مبلغ ما كانش ليه لازمه ومبلغ قليل وكلام من ده. كل واحد له رؤيه ووجهه نظر يعني. لكن في كل الاحوال هو سؤال كابتن مجدي عبد الغني، انا بس يعني اقنعني والنبي، يعني انت لو مكان وليد سليمان، لو انت مكان وليد سليمان مش هتطلب المبالغ دي؟ او مش هتتكلم في المبالغ دي؟ تقول ابن من ابناء النادي الاهلي؟ اكيد هتتكلم يا كابتن مجدي في المبالغ دي، اكيد هتطلب، وممكن تطلب اكتر كمان. كل واحد بيقيم نفسه، كل واحد بيطلب المبالغ اللي هو عايزها، وفي الاخر النادي الاهلي بيبقى عنده حدود معينه المبالغ بتدفع، بدليل ان هو جدد لوليد سليمان وما قدرش ان هو يجدد لاحمد فتحي لان المبالغ اللي طلبها كبير. فهو ده عصر الاحتراف يا كابتن مجدي. وبعدين الجزئيه الاخرى اللي بيتكلم عليها بخصوص ايه؟ بخصوص الاهلي مش قادر يطلع باك شمال مكان علي معلول، بياخد فلوس قد كده. الله، طب ما هو ده عصر الاحتراف يا كابتن مجدي انت بتتكلم فيه. ما يعني يا جماعه احنا لما نيجي نتكلم عن امر ما لازم ما نجزأش الكلام عنه. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى ان انا اقول دلوقتي انا في عصر الاحتراف، فاتكلم في بعض الامور اللي ليها علاقه بعصر الاحتراف ودي لازم تبقى موجوده، والامور اللي مش على مزاجي لا، ده مش الاحتراف، ده لازم ما يبقاش موجود، لازم لا يا جماعه مش كده. الاحتراف يا اما يبقى كله ماشي بشكل كويس يا اما لا. فانا بطالب الكابتن مجدي عبد الغني قبل الاعتذار لاي حد جوه النادي الاهلي، لو حريص يا كابتن مجدي على علاقتك بجمهور الاهلي وباعضاء النادي الاهلي، يا ريت تطلع تعتذر ليهم
ولكيان النادي الاهلي، وما تعتذرش يا سيدي لاي مسؤول، ما تعتذرش لاي واحد في لجنه التخطيط للكره، ما تعتذرش لاي حد، دول ناس كده كده ايه اقامات كبيره مش محتاجين حد يدافع عنهم. والمناسبه هتيجي تقول لي انا بتكلم كده عشان انا في قناه الاهلي ومش عارف ايه، انا عايز اقول لك على حاجه، انا كنت موجود في قناه الاهلي ايام كابتن حسن حمدي، كنت موجود في قناه الاهلي وكانت احسن فتره بالنسبه لي ايام المهندس محمود طاهر، وموجود ايام الكابتن محمود الخطيب. انا الكلام كله بالنسبه لي حرص على كيان النادي الاهلي وعلى اسلوب اللي اتعودت اشوف فيه مسؤولين او لعيبه كره جوه النادي بيتكلموا بيه، اسلوب معين مش الاسلوب اللي احنا شفناه ده كابتن مجدي. فانا بطلب من حضرتك الاعتذار للجمهور ولكيان النادي الاهلي لاعضاء النادي الاهلي، عشان لو انت حريص على رصيدك معاهم، لو حريص على علاقتك بيهم، لو حريص ان هم يغفروا لك بعد الكلام الكبير اللي حضرتك قلته ده. وفي كل الاحوال اي حد يا جماعه حقه يختلف، لكن برضو انا بختصر القصه كلها في الاسلوب وكيفيه الاختلاف وكيفيه ابداء الراي بس كده. طيب عندنا فقرات كتير كالعاده بخصوص حلقه كلام في الميديا النهارده، وعندنا اخبار بتتعلق بكورونا، واحنا عارفين ان كورونا هي اللي مسيطره على العالم دلوقتي للاسف الشديد، وباذن الله باذن الله يا رب فتره تعدي. بخصوص اخبار كورونا، وقبل ما اتكلم على تاثير كورونا حول العالم، عايز اتكلم بالتحديد عن دور بلدي مصر في مواجهه الازمه. ممكن البعض يكون ممكن يقول لك ايه، لا احنا المفروض نبقى احسن من كده، احنا المفروض نحاول نعمل اجراءات معينه، كلام من ده، دي وجهات نظر. لكن في كل الاحوال انا لما اجي اقارن بلدي مصر بالدول البره الاوروبيه اللي عندها امكانيات لا تقارن بامكانيات مصر، تمام؟ لا، هبقى سعيد جدا ببلدي. سعيد جدا باداره الازمه وكيفيه اداره الازمه من قبل المسؤولين، رئاسه الجمهوريه ووزاره الصحه. التعامل، المساعده، مساعده الدول الاوروبيه او الدول الاجنبيه بشكل عام بقدر المستطاع في مواجهه الازمه، يكون مصر هي اللي بتساعد. فدي حاجه لوحدها تدعو للفخر يعني. احنا بنشوف دول كبيره جدا زي اسبانيا مثلا، دلوقتي اي واحد فوق 60 سنه او 65 سنه ما بيدخلش المستشفى لو جاله كورونا، بيقول لك خلاص الاولويه للشباب. ما فيش مكان في المستشفيات، اعداد كبيره وغفيره يعني. فايطاليا واللي بنشوف اللي بيحصل فيها ومساعدات مصر لايطاليا، حاجات كلها تتكتب في التاريخ. وده ان دل يدل على عظمه مصر. البعض بقى يختلف معايا يقول لي اصل انت مش عارف بتقول ايه وانت قصدك هتعمل كده، قول اللي انت عايزه. انا بقول اللي جوايا واللي يرضي ضميري قدام ربنا. انا فعلا فخور ب مصر في كيفيه اداره الازمه، وكمان الاسخن من كده مساعده الدول الاجنبيه، ودي حاجه تدعو للفخر وواحد مبسوط بيها جدا يعني. فكل التوفيق يا رب باذن الله باذن الله للمسؤولين في الدوله وللشعب المصري، اهم شيء باذن الله ان هو يكون حريص على صحته وحريص على صحه كل اللي حواليه، ونلتزم بالفتره الحاليه وبالتعليمات اللي فيها وبالحظر وكل هذه الامور عشان نتخطى هذه المرحله العصيبه على العالم ككل باذن الله تعالى. بالتالي فيما يتعلق باخبار كورونا حول العالم، اليويفا الاتحاد الاوروبي اعلن ان هو لم يحدد اي ميعاد لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، او عفوا دوري ابطال اوروبا طبعا. كان قيل يعني ان الاتحاد الاوروبي اعلن يوم 3 اغسطس ده نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. النهارده الاتحاد الاوروبي اعلن بشكل رسمي ان ده كلام غير صحيح، قال ان احنا ما عندناش اي مواعيد نقدر نعلنها خالص، لان القصه مش معروفه، مش عارفين اخرتها ايه، ومش عارفين هنوصل لحد فين. لكن لو تطلب الامر ان احنا نستأنف مباريات دوري ابطال اوروبا من خلال شهر يوليو واغسطس، فما عندناش اي مشكله اطلاقا، لكن ما فيش اي ميعاد محدد، فبالتالي البطولات الاوروبيه مؤجله لاجل غير مسمى. انتحار كمان طبيب فريق الدوري الفرنسي بعد اصابته بفيروس كورونا، وده خبر مؤسف في الحقيقه. برنارد جونزاليز ده طبيب فريق ريمس الفرنسي، بعد ما عرف ان هو اصيب بفيروس كورونا الراجل اختار انه ينتحر يعني للاسف الشديد. الراجل كان عنده 60 سنه وساب رساله للناس اللي هم انا بنتحر لان انا عرفت ان انا جالي فيروس كورونا. الراجل ده اشتغل طبيب لفريق حوالي 20 سنه يعني مع فريق ريمس الفرنسي. طيب كمان رابطة لعيبة الدوري الانجليزي تقترح التبرع بدل من تخفيف او تخفيض الرواتب، واحنا عارفين الفترة اللي فاتت ناس كتير جدا بتخفض الرواتب وبتحاولوا يساعدوا في الجزئية دي كجانب انساني ودور مجتمعي هام جدا. لكن رابطة الدوري الانجليزي قالت ايه، ومخصوصا ان هم الفترة اللي فاتت تعرضوا لانتقادات كبيرة لان ما حدش اعلن عن تخفيض الرواتب ولا حاجة، هو قال لك انا بالنسبة لي يا جماعة انا مش عايز اخفض الرواتب، انا عايز اساعد الناس اللي محتاجة واساعد الناس المريضة، نقدر ان احنا نخصص جزء من المبالغ ان احنا نساعدهم، لكن تخفيض رواتب لا، احنا وجهه نظرنا ان احنا ما نخفضش رواتب. ده امر بيرجع لكل نادي وبيرجع لكل فرد داخل المنظومه الرياضيه.
طيب نروح للدوري الايطالي واللي بيناقشوا تخفيض الاجور. هناك وجهه النظر ممكن تكون مختلفه، لسه بيناقشوا الجزئيه دي، هنخفض الاجور ولا هنعمل ايه. والكل دلوقتي بقى ياخد ميسي وبرشلونه مثلا. احنا عارفين ان ميسي من اسبوع تقريبا كده اعلنوا ايه، قال لك احنا هنتنازل عن 70% من عقودنا مع الفريق، ميسي نيابه عن لاعبي برشلونه كلهم. مبلغ كبير قوي 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 وخطوه ممتازه. فبالتالي كل دلوقتي بيفكر ازاي تكون المساعده، تكون باني شكل من الاشكال يعني. فده امر غايه في الاهميه. الدوري الايطالي بتحديد الرابطه هناك بيحاولوا يشوفوا حل من الحلول اللي من خلالها يقدروا ان هم يساهموا بشكل او باخر في مساعده الدوله بخصوص مواجهه ازمه كورونا، سواء بقى من خلال تخفيض اجور اللاعبين، تخصيص امور ماديه فقط للمصابين، كلام من ده يعني محل دراسه لسه. فرونتينا كمان من ضمن الاخبار المبشره والايجابيه بيعلن تحول عينات ثلاثي الفريق من فيروس كورونا من ايجابيه الى سلبيه. وبالتالي مين هم الثلاثه؟ باتريك كوترون وجيرمان بيزيلا ودوزان، دول لاعبي فريق فرونتينا، دول كان جالهم فيروس كورونا وخلاص تعافوا من هذا الفيروس من خلال بيان رسمي لفريق فرونتينا الايطالي. اقتراح من ضمن الاقتراحات اللي ممكن البعض يشوفها كوميديه شويه هناك في الارجنتين تحديدا، واقتراح مبتكر. الارجنتين يعني بيقولوا ان احنا ممكن نلعب او نستأنف النشاط الرياضي، نستأنف كره القدم دون احتساب الركلات الحره اللي ممكن تعمل زحمه شويه في منطقه الجزاء، او ممكن تخلي يبقى في التحامات بشكل مبالغ فيه. فايه مش مهم يا عم اسحب كده الركلات الحره، ما تبقاش في الاماكن الصعبه شويه اللي تخلي يبقى في تكتل والتحام بين اللاعبين، وزي كورنر مثلا او زي ضربه حره على حدود ال 18 وكلام من ده. مقترح من ضمن المقترحات لكن اكيد مقترح غير منطقي يعني. انا دلوقتي لو واحد واخد الكره رايح يجيب جول اسيبه عشان ما يبقاش فيه التحام؟ لا طبعا، اكيد ممكن اعمل فاول احاول اقطع الكره كلام من ده. فيعني اقتراح من كل يعني من كل او من البعض يعني بيحاول يقترح بعض الامور اللي بتخص الكره او كره القدم وكيفيه عوده الانشطه المختلفه يعني. طيب الاتحاد البروندي بيغرد في منطقه اخرى تماما يعني، بخلاف العالم كله اوقف الانشطه الرياضيه، الاتحاد البروندي بيعلن عوده واستئناف النشاط الرياضي. هم اصلهم الناس ثلاث جولات يعني انتهاء بطوله الدوري، فهم قال لك احنا هنلعب الثلاث جولات دول ونكمل والدنيا ان شاء الله ربنا يسترها يعني. طيب بسبب انتهاك قيود كورونا لاعب اتحاد جده يعاقب بالاقامه الجبريه ثلاثه اشهر، وهو ده الكسندر بريجوفيتش لاعب منتخب صربيا لكره القدم ولاعب فريق الاتحاد السعودي، واللي كان تم اقامته بشكل جبري بمنزله لمده 3 شهور بسبب انتهاك قواعد الاغلاق المتعلقه بوباء كورونا المستجد، وده اللي ذكرته وسائل الاعلام في صربيا يعني. بيبقى غريب بالنسبه لي شويه الناس اللي بتحاول ما تبقاش عايزه تستوعب مدى الخطوره اللي العالم كله بيتعرض ليها خلال الفتره الحاليه. لازم نستوعب جيدا ولازم نحاول ان احنا نتفادى هذا الفيروس ونقضي عليه باذن الله تعالى من خلال الالتزام بالتعليمات، من خلال المساعده. المساعده ايه؟ ان انا اقعد في البيت، اقعد ريح في البيت، خد اجازه. انت راجل بتشتغل بقالك كتير جدا، خد اجازه وريح شويه. اول بعض مش متعود على كده، الموضوع صعب يعني، وانا منهم بصراحه، لكن في كل الاحوال مجبرين على كده عشان ان شاء الله باذن الله تعالى نعدي الازمه باذن الله تعالى. طيب من ضمن الاخبار بتتعلق بالنادي الاهلي، وانا عايز اتكلم على الجانب المجتمعي تحديدا وفيما يتعلق ب اعضاء النادي الاهلي واللجان المختلفه داخل القلعه الحمراء. فبالتالي الاعلاميه سهى ابراهيم عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي والمتحدث الاعلامي عن اللجنه بتعلن عن تدشين العديد من الانشطه اونلاين. وفكر من الافكار المميزه، يعني ما فيش اعضاء في النادي، النادي مغلق ما حدش بيروح خالص من الاعضاء، بس في نفس الوقت انا مش عايز ابعد خالص عن الاعضاء من خصوص التواصل ما بين النادي وما بينهم يعني. فكانت فكره مميزه جدا. انا عايز اقرب من المشهد ومن الصوره بشكل اكبر واروح للاعلاميه استاذه سهى ابراهيم عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي والمتحدث الاعلامي عن اللجنه. يا استاذه سهى مساء الخير عليك. يا مساء الفل والورد والياسمين يا امير. اهلا بيكي، منوران. اهلا بيك، ده نورك، ويعني بتمنى فعلا كل التوفيق لكل اللي عاملين في قناه الاهلي، طبعا كل المشاهدين الجمال اللي بيتابعونا، وطبعا كل الاعضاء، ويا رب دايما يعني يكونوا كده بيتابعوك وبيتابعوا قناه الاهلي وهم في كل صحه وعافيه. يا رب يا رب باذن الله. انا عايز اسال حضرتك بخصوص الافكار المختلفه المتنوعه اللي لجان النادي الاهلي بتفكر فيها بخصوص التواصل مع اعضاء النادي الاهلي. مش اكتفينا خالص بان النادي مغلق وان ما حدش بيتواصل او بيجي النادي وكلام من ده، لا
فكرنا بره الصندوق، وده اللي بيهمنا دايما، ان لازم النادي الاهلي يفكر بشكل مختلف بخصوص التواصل والتعامل مع اعضاء النادي الاهلي. كلمينا بتفاصيل كتيره يا استاذه سهى بخصوص الجانب ده، وازاي الفكره جت؟ تمام. بصي، هي الفكره جت ان احنا يعني سبحان الله قبل قرار غلق النادي، مش بس طبعا النادي، كل المنشات وكل الانديه الرياضيه في مصر زي ما احنا كلنا متابعين، احنا كلجنه عليا كنا متواجدين داخل النادي بنحاول نفكر حتى نتوقع لو في سيناريو أسوأ وحصل انه فعلا تم غلق للنادي، طبعا في ظل الازمه اللي كل العالم عانى منها، وكنا شايفين انه ده ممكن يكون مقرب علينا، وان احنا ممكن نكون لسه مقبلين على فكره حظر تجول او حظر تقييد حركه المواطنين زي ما احنا بنسمع، او انه يكون في غلق للنادي. وبالفعل ده حصل. يعني احنا يوم السبت اللي خد فيه مجلس اداره النادي او القرار كان بشكل عام بغلق النادي، احنا كنا متواجدين بنحاول نناقش الافكار دي. تمام. الصوت قطع يا جماعة، المداخلة قطعت. طيب نرجع لها مرة تانية بإذن الله الأستاذة سهى إبراهيم. وجانب مهم جدا دور الأهلي المجتمعي في التواصل مع أعضائه، وأنا أحب دايما دايما إن أنت تفكر، تحاول إن أنت تفكر بره الصندوق. يعني ملتزمين طبعا من البيت، ملتزمين إن احنا لازم الفترة دي نتجنب النزول للشارع، التواصل مع الآخرين، لكن ممكن نتواصل أونلاين، فدي حاجة إيجابية. عدد كبير من لجان النادي الأهلي فكرت في الاتجاه ده، وأنا كنت هسأل الأستاذ سهى برضه في بعض هذه الأمور. يعني عندك لجنة المرأة، لجنة الطفل، لجنة الشباب، كله طبعا تحت إشراف اللجنة العليا للجان يعني. فبالتالي ده أمر مهم جدا وغاية في الأهمية، ودور مهم من أدوار النادي الأهلي اللي احنا دايما بنبقى بنتمناها يعني. طيب لحد ما ترجع لنا الاستاذه سهى ابراهيم وبخصوص الملف ده تحديدا، خليني اقول لحضراتكم ان التواصل هيكون من خلال ايه؟ من خلال مثلا كورسات الدورات التدريبيه لمهارات الشباب وتعليم اللغات، ده فيما يتعلق مثلا بلجنه الشباب وغيرها، اللغات المختلفه يعني، اونلاين. والانشطه هتبقى مستمره بالتفاعل كبير جدا من خلال منصات الاهلي المختلفه، ده امر مهم. لجنه الطفل مثلا برئاسه نداء داوود، أهمية أوقات الأطفال بتتكلم عنها، اكتشاف المواهب المختلفة، نفس الأمر اللجنة الثقافية برئاسة الفنان خالد جلال، ومسابقات للشعر والقصة القصيرة يعني. فده أمر كله مهم جدا، وأمر كله يدعو للتفاؤل في هذه المرحلة الصعبة يعني. نرجع للأستاذة سهى إبراهيم، رجعت لنا على الهاتف وبنتكلم بخصوص الدور الخاص باللجان. يا أستاذة سهى اتفضلي كملي معاكي. أنا بعتذر طبعاً على الخط اتقطع، أنا آسفة. كنت بقول لك إن في طبعاً مجموعة لجان، لا في لجنة مرأة وفي لجنة الطفل وفي لجنة الثقافية طبعاً، في لجنة الشباب وفي لجنة الرواد وفي مجموعة تانية حتى من اللجان، لكن يعني كنا لسه بنبدأ في تفعيل أنشطتها. فطبعاً بحكم إنه طبعاً المرأة هي نص الدنيا وكل الدنيا طبعاً حيز يعني، لكن الحقيقة لجنة المرأة كانت سباقه انها اقترحت مجموعه من الانشطه المميزه جدا، انه ازاي فعلا نقدر نستفيد بالوقت اللي هو داخل البيوت فتره طويله والام موجوده مع اطفالها، ازاي تقدر ان هي طبعا بكمان انشطه لجنه الطفل، استغلال المواهب واكتشافها، كمان فكره الدور المجتمعي، ان انا ازاي مثلا ممكن انظم دولابي لو لقيت فيه اشياء ممكن تكون مش مصدر سعاده ليا وممكن بقالي كتير ما استخدمتهاش، تكون هي مصدر سعاده للاخرين واقدر ان انا افيد بيها المجتمع. مسابقات رسم، مسابقات يعني معالم مصر الجميله، قلنا برضو ان كل طفل يرسم حاجه حلوه هو شايفها في مصر ويبعتها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالنادي الاهلي طبعا، وكل المنظومه الخاصه بالسوشيال ميديا متفاعله معانا بشكل كبير. اللجنه الثقافيه، انا بس حابه اذكر يعني الاسماء عشان كل واحد يكون بمجهوده واضح للجميع. طبعا هي اللجنه العليا برئاسه المهندس وليد مبروك، يعني طبعاً عنده حماس كبير ودايما يعني متدفق كده في افكاره، شاطر، هو شاطر الايجابيه جدا يعني الحقيقه. لجنه المراه الاستاذه انهار انديل، طبعا هي يعني وكل عضوات لجنه المراه الجميلات المميزات طاقه عمل لا تنتهي. لجنه الطفل الاستاذه نداء داوود، ودايما هي بتحاول ان احنا نطلع من اطفالنا ونستغل فتره الوجود في البيت
باقصى استغلال. طبعا لما اقول لك انه اللجنه الثقافيه للفنان الكبير المخرج المسرحي الرائع خالد جلال طبعا عامل برضو من خلال لجنته الثقافيه مسابقه للشعر، مسابقه للقصه. كل ده يا استاذه سهى بيبقى اونلاين؟ كل ده بيبقى اونلاين طبعا. كل ده اونلاين. هل في مثلا صفحه معينه بعد انتهاء هل في صفحه معينه يعني بيتم التواصل من خلالها؟ لو في قولي لنا مثلا الاسم بتاع موقع النادي الاهلي. موقع طبعا بقى الصفحات اللي موجوده على فيسبوك، على انستجرام، كويس، على كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. لجنه الشباب كمان استاذ حسام عوض برضو عاملين فكره انه الشباب ممكن قاعد فتره طويله في البيت يكون في امدادهم بكورسات لغات، تنميه بشريه، اثقال لمواهب، فرص عمل، كل ده من خلال الاونلاين برضو. بنخطط بقى ان شاء الله باذن الله، وانا يقيني بالله اكيد هنعدي الازمه ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا امير، وان شاء الله زي ما هو شعار بقى اللجنه العليا وكل اللجان هنطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه طبعا. فان شاء الله هتعدي الازمه دي باذن الله. وهن شاء الله بنخطط ان احنا يكون في حفله كبيره لكل الاعضاء، كل بقى اللي شارك واللي فاز في المسابقات المختلفة، إن شاء الله يكون في تكريم يليق بإذن الله بكل الالتقاط الكبيرة اللي احنا شفناها في الفترة الأخيرة. مهم جدا بإذن الله تعالى. عايز أتكلم بالتحديد في شكل التنسيق ما بين اللجان داخل النادي الأهلي بيبقى إزاي يا أستاذة سهى؟ هو طبعا في اللجنة العليا زي ما قلت لك برئاسة المهندس وليد مبروك، هو طبعا بيبقى في اتصال بكل اللجان المختلفه، طبعا كل ده اونلاين من خلال الجروبات المختلفه. اللجنه العليا طبعا بتحاول انها في الاخر بتوصل كل الافكار، بيبقى في مناقشه، بيبقى في ابروفل او في موافقه على فكره معينه، كويس كويس، بنبتدي نطرحها من خلال الاونلاين ومنصات التواصل المختلفه. بنحاول طبعا ان يكون في، طبعا انا كان ليا الشرف ان هم يعني ادوني مسؤوليه وشرف كبير جدا ان انا اكون يعني متحدث اعلامي باسمهم. عايزين نوصل لكل الناس انه فعلا النادي الاهلي كان رائد زي عادته دايما بفكره انه الناس لا تتواصل، احنا ما نكونش فريسه للملل والفراغ في فتره التوقف دي، لكن لا، في حاجات كتير جدا ممكن نعملها. طبعا رياضيا اكيد في متخصصين كتير جدا في الموضوع ده، لكن كمان اجتماعيا ده مهم جدا. كويس. وعلى فكره يا امير لسه عندنا كمان يعني لسه في حاجات كتير، بس انا مش هحرق المفاجآت كلها، لسه تمام في حاجات ماشي حلوه كتير بنفكر فيها. واللي جاي احلى ان شاء الله باذن الله. يا استاذ سهى انا بشكرك شكرا جزيلا، مجهود عظيم جدا سواء من خلال حضرتك او من خلال اللجنه العليا للجان واللجان المختلفه داخل النادي الاهلي في كيفيه التواصل مع اعضاء النادي، وده امر غايه في الاهميه خصوصا في ظل الظروف الحاليه اللي بنمر بها. طيب دي كانت مداخله مهمه، ودايما احنا بنبقى مهتمين باي شيء يخص النادي ككل. مفيش اخبار كتير جدا بتتعلق بالفريق الاول مثلا او باي نشاط رياضي، لكن في نفس الوقت بيبقى في بعض الاخبار اللي بتبقى مهمه بخصوص النادي وخصوص اعضاء النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف اخبار الاهلي بقى في الصحف ايه النهارده، يلا بينا. في الاخبار المسائي، رساله طمانه وغضب مكتوم، الاهلي يرفض تخفيض عقود اللاعبين وقمصان يثير الجدل. المصري اليوم، تخفيض عقود اللاعبين يفجر الخلافات داخل الاهلي، فايلر يقترب من التجديد موسمين ويؤجل حسم مصير المعارين، التخطيط تطالب عاشور بالرد على عرض النادي نهايه الاسبوع، والطلائع يتمسك بتمديد اعاره عمار حمدي. الجمهوريه، فايلر يجدد عامين للاهلي. الاهرام، الأهلي يتحرك لاستعادة رمضان صبحي من هدرسفيلد بالتقسيط، أحمد فتحي بين السماء والأرض بعد تملص مسؤولي بيراميدز من الاتفاق. أخبار الرياضة، تفاصيل النهاية المأساوية للجوكر مع الأهلي، فتحي قلب الطاولة في آخر لحظة، قرر الرحيل وخلع وكيله وتعلل بالمدير. الأخبار، الأهلي مستاء من دخول بيراميدز في سباق ضم حجازي، الأحمر يتمسك بالدوري والإدارة تترك لفايلر حرية التعامل مع فتحي. أخبار الرياضة، الحظر يلعب مع السويسري في بديل هاني، الأهلي بين أكرم وبكار وفايلر يحسم. وأخيرا الدستور، مرجان يجتمع مع مؤمن زكريا والتخطيط تدرس طلبات الرحيل، فايلر يرفض حارس الطلائع ويمنح الفرصة لعلي لوف.
طيب اخبار كتير عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، وخصوصا ان هي بعضها اخبار يعني بقى لها كتير يعني اتكلمنا فيها والموضوع خلص، يعني موضوع احمد فتحي تحديدا، لكن خلينا ناخدها واحده واحده ونعلق مع بعض، احنا ما وريناش حاجه يعني. نبتدي بالاخبار المسائي. الاخبار المسائي بيتكلموا عن ايه؟ رساله طمانه وغضب مكتوم، قريت المتن وقصدهم ايه يعني في الحته دي؟ ان الاهلي بيطمن مستر فايلر ان هو مش هيخفض عقود اللاعبين. يا جماعه بالمناسبه الاهلي لسه ما خدش اي قرار رسمي بخصوص الاتجاه ده، فكل دي اجتهادات. الغضب المكتوم قصدهم عليهم ايه؟ قصدهم ايه يعني عليه؟ على كابتن سامي قمصان والستوري اللي كان نزلها على انستجرام بيتكلم عن احمد فتحي فيها، في ايه الغضب في كده يعني؟ ايه الغلط؟ الراجل بيوجه رساله لاحمد فتحي، مش عارف ليه الناس بتحاول تكبر القصه يعني. الناس بتحاول تستنتج امور سلبيه ممكن تعمل ازمات جوه النادي، او بيحاولوا يلاقوا ازمات جوه النادي. مفيش حاجه، راجل كتب كلمتين على احمد فتحي. هو احمد فتحي يا جماعه ده ما يستحقش كلمتين كويسين؟ لا يستحق. ممكن نكون زعلانين منه عشان مشي من الاهلي، عشان احنا بنحب النادي، متعاطفين جدا مع النادي، متعاطفين جدا كمان مع لاعب كان اضافه للنادي وده تاريخ جدا كبير جدا للاهلي يعني. لكن في نفس الوقت لا، مش مستاهله تجريح بصراحه، او مش مستاهل ان احنا نهاجم او نقطع، وده ما بيحصلش يا جماعه. بتكلم على اعلام الاهلي الرسمي يعني، الناس شكرت احمد فتحي والقصه انتهت بكل الاحترام يعني، مفيش اي مشكله. ممكن بقى الواحد بينكش كده يحاول يطلع ازمه ما بين الاهلي واللاعب، وازاي ومدرب عام في الاهلي كتب امور بتبقى زياده شويه. طيب الاهلي يرفض تخفيض عقود اللاعبين، قلت لحضراتكم ان الكلام ده لسه مفيش قرار رسمي بخصوصه يعني، واتكلمنا بخصوص سامي قمصان واثاره الجدل، مفيش جدل ولا حاجه يعني. طيب نروح لايه؟ تعالوا نروح ناخد المصري اليوم. ماشي، المصري اليوم بتتكلم على تخفيض عقود اللاعبين، خلاص رديت على الجزئيه دي، بيفجر خلافات داخل الاهلي. يا جماعه لسه ما فيش قرار اصلا عشان يبقى في خلافات، ولو في قرار ان شاء الله مش هيبقى في خلافات ولا حاجه يعني. احنا بنمر كلنا بفتره عصيبه جدا وصعبه على الكل يعني. فايلر يقترب من التجديد موسمين، ماشي انا هعلق على الخبر ده في الخبر اللي بعده، ويؤجل حسم مصير المعارين. مصير المعارين هيحسم مع نهايه الموسم يا جماعه ان شاء الله لما يستأنف، وتفضل تتابع وتقيم وتعمل تقارير عن بعض اللاعبين المعارين، وبالتالي تاخد القرارات النهائيه ب سواء استعاده هؤلاء اللاعبين او استعاده بعضهم او عدم استعاده اي واحد فيهم، ان هم ممكن يكونوا محتاجين لفتره اكبر لمزيد من الخبرات خارج النادي الاهلي. دي كلها قرارات لسه ما اتخذتش يعني. التخطيط تطالب عاشور بالرد على عرض النادي نهايه الاسبوع، ده امر متروك لحسام عاشور يا جماعه. الراجل عنده حريه التفكير سواء كده او كده، كل الاحترام والتقدير لعاشور كقيمه اهلاويه كبيره قوي 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 وبنحبها جدا يعني. وطلائع تمسك بتمديد اعاره عمار حمدي. عمار حمدي من اللعيبه الكويسه جدا، واكيد من الوارد ان طلائع يكون عايزين يجددوا الاعاره يعني. طيب علقت على خبرين بس، هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل التعليق على بعض الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. استنوا اهلا بحضراتكم من جديد. لسه في اخبار اتكلمت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، خلينا نروح لجريده الجمهوريه واللي قالت ايه. قالت ان فايلر يجدد عامين للاهلي. طيب نتكلم في الملف ده شويه. مستر ريني فايلر من المدربين او المدير الفني مميز جدا جدا في مع النادي الاهلي، وارقامه ومشواره مع الفريق لحد دلوقتي هو اللي بيقول كده، وشخصيه المدرب كمان بتقول كده. واحد تحس ان اولا كميته ماشيه مع النادي، ده امر مهم. لسه ما حققناش بطولات ولا حاجه يعني، الراجل خد بطوله السوبر بس في اول الموسم، لكن في كل الاحوال البطولات المهمه الاساسيه عند جمهور الاهلي اللي هي مثلا الدوري ودوري ابطال افريقيا. الدوري ماشيين فيه كويس واحنا اقرب ان شاء الله، لكن دوري ابطال افريقيا انت في نص النهائي وماشي فيه بشكل كويس، لكن منتظرين اللقب وده الاهم. الاهلي وصل اثنين نهائي ورا بعض وما فاز بالبطوله، فبالتالي كانك ما عملتش حاجه. في كل الاحوال هو الراجل مبشر جدا، مش مبشر يعني، هو مدرب كويس قوي قوي ومفيد، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي. ملف التجديد ايه اللي هيحصل باذن الله؟ باذن الله قريبا جدا، خلال يعني مش عايز اقول خلال قد ايه عشان ما يبقاش في مشاكل ولا حاجه، لكن في كل الاحوال الملف في اتجاهه الايجابي، وان شاء الله هنسمع اخبار جيده من خلال النادي الاهلي ونعلنها لحضراتكم بشكل رسمي بخصوص مستر ريني فايلر. خبر الاهرام اقرب للحقيقه يعني. طيب خلينا نروح او خبر الجمهوريه عفوا مش الاهرام، خلينا نروح للاهرام بقى، واللي بتتكلم على ان الاهلي يتحرك لاستعاده رمضان صبحي من هارتزفيلد بالتقسيط. ايا كان بقى الاسلوب هيكون ايه، لكن في تحرك من الاهلي، اكيد هيبقى في تحرك من الاهلي، اكيد هيبقى في تحرك من الاهلي بخصوص رمضان صبحي، ده امر مفروغ منه. ليه؟
لانه لاعب مهم. طيب ليه تاني بقى؟ ليه تاني؟ لانه هو المدير الفني عايزه، المدير الفني محتاجه. سيستم الاهلي، نظام الاهلي عباره عن ايه؟ انا بشوف احتياجات المدير الفني، بحاول قدر المستطاع البيها، بحاول قدر المستطاع ان انا انفذه اللي هو عايزه. هل مستر فايلر محتاج رمضان؟ طبعا محتاج رمضان وعايز رمضان. هل الاهلي هيتحرك؟ طبعا الاهلي هيتحرك في ان هو يتعاقد مع رمضان بشكل نهائي كمان، مش اعاره. فان شاء الله باذن الله هنشوف الملف ده هيخلص على ايه وقت ما يبتدي، يعني لما يبتدي نشوف كده، نتابع ونشوف الدنيا. احمد فتحي، بين السماء والارض بعد تملص مسؤول بيراميدز زميل الاتفاق، ده اجتهاد من الاهرام، يعني امر ما يخصش الاهلي خالص، هو امر يخص اللاعب احمد فتحي. نتمنى له يا رب كل التوفيق في اي خطوه هو ياخدها باي شكل من الاشكال، يعني كل التوفيق لاحمد فتحي، لاعب ادى كتير للنادي الاهلي. هم هنا بيقولوا يعني ان بيراميدز رجعوا في كلامهم، كلامنا الكلام ده ما يخصناش، يعني دي حاجه تخص اللاعب، يا رب يكون موفق باذن الله دايما. طيب خلينا نروح للاخبار. جريده الاخبار بتتكلم عن الاهلي مستاء من دخول بيراميدز في سباق ضم احمد حجازي. طيب احمد حجازي لعيب كبير، احمد حجازي لعيب مهم ومميز، واكيد نتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. كنت قلت لحضراتكم قبل كده لو تفتكروا، نرجع ورا كام حلقه عن احمد حجازي، قلت ايه؟ قلت ان احمد حجازي لو رجع مصر هيبقى من خلال بوابه النادي الاهلي. بصراحه بقى دلوقتي ما بقاش في حاجه مضمونه، ما فيش يعني، ممكن يبقى عايز يرجع الاهلي يتعرض عليه حاجه تانية اعلى، فالراجل دي حاجه تخص اللاعب بقى حساباته، احنا في عصر الاحتراف، الاهلي في حساباته احمد حجازي، اكيد لو اللاعب عنده رغبه في العوده او مبدا العوده لمصر فالاهلي هيبقى في حساباته احمد حجازي. موضوع ان بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع اللاعب بناء على معلومه هم دخلوا في مفاوضات مع احمد حجازي يعني، بس كله في الاخر مترتب على ان اللاعب هل عنده امكانيه العوده لمصر ولا عايز يكمل في اوروبا، ده لسه هنشوفه خلال الفتره الجايه، بس يا رب نعدي بس الازمه دي على خير، اول ازمه كورونا. الاحمر يتمسك بالدوري، الدوري الناس كلها تبقى للتصريحات اللي بتخرج من المسؤولين لسه، يعني ما حدش خد قرار بالغاء الدوري اطلاقا، بالعكس كمان بعد تاجيل الاولمبياد فعندك مساحه من الوقت تقدر تستأنف فيها بطوله الدوري وتكمله للنهايه يعني. واحنا دايما يا جماعه متعودين في مصر الدوري بيقعد موسم كامل يعني، فمش مشكله الموسم ده كمان يخلص في وقت ما ابتدى يعني، فعادي. لكن هنشوف، الاهم طبعا صحه الجميع وان شاء الله الدنيا ترجع احسن من الاول. الاداره تترك لفايلر حريه التعامل مع فتحي، ده امر مهم جدا، امر مهم جدا وعنوان موفق قوي من زملائنا في الاخبار. والكلام بخصوص ان احمد فتحي لغايه دلوقتي يا جماعه الموسم بتاعه ما انتهاش مع الاهلي، قعده بينتهي مع نهايه الموسم لكن الموسم ما انتهاش، فلما يقترب احمد فتحي او يقترب الموسم من الانتهاء خلاص هتبقى عارف ان احمد فتحي مش هيخرج او مش هيبقى موجود في الاهلي، فبالتالي الموضوع متروك لمين؟ لمستر فايلر. لو رجع النشاط هيستعين باحمد فتحي مش هيستعين بيه، دي حاجه ترجع للمدير الفني، وده اطار الاحتراف واسلوب الاحتراف اللي بيتعامل بيه النادي الاهلي. خلاص ممكن المدير الفني يكون محتاجه ويلعبه، دي رؤيه ترجع للراجل نفسه، فده امر طبيعي جدا يعني. لكن اللي خلاص بقى محسوم ومعروف ان اللاعب مش مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي يعني. اخبار الرياضه، العنوان حاولت افهمه شويه قبل بصراحه يعني قبل الحلقه ما عرفتش افهمه، ممكن بقى اكون انا على قدي شويه، لكن في كل الاحوال اعتقد مطلوب قوي العناوين تكون ابسط من كده عشان الجمهور البسيط يحاول يفهم يعني. هو بيقول لك هنا ايه مثلا؟ الحظر يلعب مع السويسري في بديل هاني، الحظر يلعب مع السويسري في بديل هاني، هاتها من اليمين هاتها من الشمال، هتقعد تفكر كتير لحد ما تفهم قصده ايه بالعنوان. لكن في كل الاحوال ما اعرفش، ممكن يكون قصده الحظ يا جماعه والريه دي جت خطا طباعه مثلا، مش عارف. لكن في كل الاحوال بديل هاني هو لاحمد فتحي هو اللي مشي، مش هاني المفروض يعني، فبالتالي المهم الاهلي هيفكر في بديل لاحمد فتحي وهيجي حد من ناحيه اليمين وكلام من ده، وان الاهلي بين اكرم وبكار وفايلر يحسم. طيب تاخدوا مني اشتروا مني، لحد دلوقتي الاهلي ما فكرش في رجب بكار، ماشي اهو معلومه، هو انا بقولها لحضراتكم، لحد دلوقتي الاهلي ما فكرش في رجب بكار، تمام. تاني حاجه، هل مؤكد ان الاهلي هيجيب لعيب ناحيه اليمين؟ لا مش شرط. هتقول لي ازاي يا عم احنا عندنا محمد هاني بس واحمد فتحي مشي؟ هقول لك في باسم علي بره معار للجونه، اتجاه كبير جدا ان اللاعب ممكن يرجع على صفوف الاهلي، يبقى عندك اتنين زي ما كان عندك احمد فتحي، محمد هاني ومين؟ وباسم علي.
وكمان عندك بعض اللاعبين اللي بيجيدوا في هذا المركز، سواء رامي ربيعه، كريم نيدفيد لما يرجع، لو رجع كمان اكرم توفيق يعني. فبرضه كلها حسابات فنيه خاصه بالمدير الفني، بس انا بقول لحضراتكم ايه الاقرب لحد دلوقتي يعني. اتكلمنا على موضوع اكرم، اكرم يعني قريب من العوده للنادي الاهلي، لانه الراجل بيقدم مستويات رائعه، وده طبعا بعد اشاده المدير الفني بيه. طيب الدستور، والدستور بتتكلم عن ان مرجان يجتمع مع مؤمن زكريا اجتماع وحصل، والامور ماشيه بشكل ايجابي جدا. التخطيط تدرس طلبات الرحيل، ما فيش طلبات رحيل لغايه دلوقتي جت لحد في لجنه التخطيط يعني. ممكن البعض قال لك اصل مش عارف محمود وحيد عايز يمشي، وكمان الكلام ده مش موجود خالص خالص يا جماعه بخصوص محمود وحيد يعني. فايلر يرفض حارس الطلائع اللي هو قصدهم على محمد بسام، ويمنح الفرصه لعلي لطفي. طيب تشتري مني تاني؟ طيب الاقرب لحد دلوقتي، الاقرب لحد دلوقتي ان الاهلي بنسبه 90% مش هيجيب حارس مرمى. هتقول لي ازاي ما هو شريف اكرامي مشي؟ هقول لك ان في علي لطفي، في مصطفى شوبير كبدلاء لمحمد الشناوي الحارس الاساسي. قدراتهم رائعه، قدراتهم مميزه. بتكلم على علي لطفي ومصطفى شوبير، الاثنين حراس تقال، الاثنين جامدين يقدروا يكونوا موجودين جوه النادي الاهلي. وانا بستشهد كمان بتصريحات مستر فايلر التلفزيونيه من كام يوم او من اسبوع تقريبا يعني. فالنسبه الاكبر تفوق ال 90% الاهلي مش هيتعاقد مع حارس مرمى برضه. الكل طبعا بيجتهد في الاتجاه ده بعد ما شريف اكرامي مشي من النادي، لما يمشي يعني مع نهايه الموسم. ده فيما يتعلق باخبار الاهلي في الصحف. عايز اروح سريعا لاخبار الاهلي في المواقع، يلا بينا. سوبر كور، فايلر يتمسك برغبته في عدم ضم حارس مرمى للاهلي خلال الانتقالات الصيفيه. اليوم السابع، الاهلي يشكو النجم الساحلي لفيفا بسبب ملايين الهارب كلوبالي. موقع الكابتن، امير توفيق يكشف حقيقه مفاوضات الاهلي مع بغداد بنجاح. الوطن سبورت، الاهلي يغري احمد حجازي ماديا للعوده ورفض بيراميدز. سوبر كور، الاهلي يرفض عروض اكرم توفيق لحاجه الفريق لجهوده خلال الفتره المقبله. 1-3، محمود وحيد ينفي طلب الرحيل عن الاهلي. نبتدي بسوبر كوره، واللي بياكدوا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم من شويه بخصوص ان مستر فايلر يتمسك برغبته في عدم ضم حارس مرمى للاهلي خلال الانتقالات الصيفيه. الراجل اضرب كل شيء داخل صفوف الفريق، وهو عنده حريه التصرف في اي امر من الامور يعني. فده فعلا الاقرب للواقع وللحقيقه. الاهلي بنسبه كبيره جدا لن يتجه للتعاقد مع حارس مرمى بديل لشريف اكرامي. اليوم السابع، والاهلي يشكو النجم الساحلي للفيفا بسبب ملايين الهارب كلوبالي. احنا عارفين ان كان في اتفاق ما بين الاهلي والنجم الساحلي على يعني دفع الامور الخاصه بغرامه كلوبالي الهارب من النادي الاهلي. فلحد دلوقتي النجم الساحلي مش ملتزم بالجوانب الماديه اطلاقا. فالاهلي اكيد اكيد في حاله استمرار النجم الساحلي في عدم الالتزام، فعنده طرقه القانونيه اللي هيلجا ليها للحفاظ على حقوقه، ده امر مؤكد ومفروغ منه. موقع الكابتن، امير توفيق بيكشف حقيقه مفاوضات الاهلي مع بغداد بنجاح. واحنا عارفين كل فتره قيد لازم يطلع الخبر ده يعني، يتقال ايه ان الاهلي بيتفاوض مع بغداد بنجاح. طبعا من المهاجمين الجامدين قوي اللي اي حد يتمناه في فرقته يعني، لكن في كل الاحوال ما فيش اي مفاوضات مع بغداد بنجاح. ودي تصريحات كمان امير توفيق في موقع الكابتن، وقال ان الراجل مش في حساباتنا اطلاقا، واصلا مستر فايلر مش طالب مهاجم لحد دلوقتي. فاستبعدوا الجزئيه دي، مفيش طبعا بغداد بنجاح خالص. طيب الوطن سبورت، الاهلي يغري احمد حجازي ماديا للعوده ورفض بيراميدز. هيبقى في منافسه على احمد حجازي في حاله قرار اللاعب او قرر اللاعب عودته لمصر، اكيد هيبقى في منافسه للتعاقد مع هذا اللاعب. طيب سوبر كوره، الاهلي يرفض عروض اكرم توفيق لحاجه الفريق لجهوده خلال الفتره المقبله، وده امر حقيقي. الاهلي يعني مقتنع، او الناس في النادي الاهلي مقتنع باكرم توفيق. القرار النهائي بشان عودته يعني ما اتخذش بشكل رسمي برضه عشان يبقى كلامي واضح، لكن في اتجاه لعوده اكرم توفيق عشان عنصر مهم جدا وهيبقى اضافه سواء في نص الملعب او كباك رايت مثلا، وبيجيد اللاعب كمان في هذا المركز. فبالتالي اي عروض هتيجي لاكرم بنسبه كبيره الاهلي مش هيوافق عليها،
فيها. اخر خبر معايا وان سري محمود وحيد ينفي طلب الرحيل عن النادي الاهلي، وطلع كلام كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم ان محمود وحيد عايز يمشي من الاهلي والراجل عشان ما يلعبش اساسي، ومنافسه قويه مع علي معلول وايمن اشرف، فبالتالي هو عايز يمشي ويخرج عارة. الكلام ده مش حقيقي وما حصلش، واللاعب متمسك جدا بتواجده داخل النادي الاهلي وعارف دوره كويس قوي، وممكن وارد في اي وقت من الاوقات الاهلي يحتاج لمحمود وحيد، وفعلا يحتاج للاهلي على مدار فترات سابقه. والراجل ادى في الحقيقه من افضل ظهراء اليسار او من افضل لاعبه الجانب الايسر يعني في نادي الاهلي في مصر بشكل عام هو محمود وحيد. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع. انا مش عايز اخد وقت اكتر من كده عشان معايا ضيف مهم جدا، وهو الاستاذ خالد التريبي الناقد الرياضي الكبير والرئيس القسم الرياضي في جريده الشروق، وهنتكلم معاه في ملفات مختلفه بمنتهى الصراحه. هروح لفاصل ونرجع نستضيفه، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، بينورني وشرفني في الاستوديو الاستاذ خالد التريبي رئيس القسم الرياضي بالشروق والناقد الرياضي الكبير. يا استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بيك الزمير، منور. انت اللي منورنا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. نشوف ازاي تصريحات البعض تجاه النادي الاهلي ومهاجمه النادي الاهلي، وانا عايز اتكلم بالتحديد يا خالد في الاسلوب، اسلوب الانتقاد، وخصوصا ان احنا متربيين او عارفين او متعودين، بلاش اقول ان احنا عشان جوه الاهلي متربيين على كده، لا احنا متعودين على شكل معين للتصريحات اللي بتخرج عن بعض المنتمين للنادي الاهلي واللي مثلوا النادي الاهلي في يوم من الايام. بص خلينا نكون، بسم الله الرحمن الرحيم، الاول خلينا نكون متفقين. اتفضل. ان مش كل واحد، دايما الناس بتحسبها حسبه يقول لك كل من لبس شورت وفريلا بيتكلم في الكوره. مش كل من لبس شورت وفريلا كلام في الكوره حكر عليه، والا هنجيب كل جماهير النادي الاهلي نلبسهم شورت وفريلا عشان يتكلموا كوره، او هنلبس كل النقاد الرياضيين شورت وفانيلا عشان يعرفوا يتكلموا في الكوره. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان مش كل واحد طلع من ناشئين النادي الاهلي او لعب في النادي الاهلي يعرف يعني ايه مبادئ النادي الاهلي. بمعنى ان مش حكر معرفه مبادئ النادي الاهلي على لعيبه النادي الاهلي فقط لا غير، على مدار التاريخ حلو خالص، ولا حكر على اي مسؤول في النادي الاهلي. في ممكن يكون في مسؤول تصرف تصرفات لا تليق بمبادئ النادي الاهلي، وشايف مسؤول سابقين طبعا شفنا، وبنشوف يوميا، وبنشوف لعيبه كوره مش يوميا في الاهلي، مش يوميا. لا انا بتكلم في العموم، بشكل عام يعني. اما في النادي الاهلي لا، في بعض المسؤولين السابقين بس هم قليلين قوي خالد، برضه عشان متفقين قليلين بس موجودين. ما هو ده بيتكلم في نفس الفكره اللي انا بقولها، ان مش كل واحد بقى او عدى على النادي الاهلي بقى عارف يعني ايه مبادئ النادي الاهلي كويس. وكلمه مبادئ النادي الاهلي في ناس بتسخر منها او في ناس بتقلل قيمتها، تمام، وده بالنسبه لي انا على الصعيد الشخصي مقبول، لانه لو عرف يعني ايه مبادئ النادي الاهلي كان هيبقى اهلاوي طبيعي. كان هيبقى اهلاوي ولا هيحترم مبادئ؟ لا كان هيبقى اهلاوي. ما ينفعش، ما فيش حد يعرف مبادئ النادي الاهلي الا لازم يكون اهلاوي. لا لازم. بس في ناس مثلا منتمين لانديه اخرى ممكن عارفين مبادئ الاهلي. لا لا يشك يعني 90% منهم بيشككوا في كلمه اصلا مبادئ النادي الاهلي. دايما هتلاقي اي حد مختلف على التفصيله او المصطلح ده، حاجه الثابته دي، دايما يقول لك يعني ايه مبادئ النادي الاهلي. ما يعرفهاش. ما هو لو عرفها كان زمانه بقى اهلاوي. لازم، ما فيش حد يدرك قيمه كلمه مبادئ النادي الاهلي. كل هي قد تظهر امام الناس ان هي مصطلح، لكن هو مصطلح بيطلع منه قيم وحاجات كتير ناس كتير ما تعرفهاش، وناس كتير ما تقدرهاش، وناس كتير بتيجي تقول لك هو بتقيس بعض المواقف، يقول لك هو كان فين مبادئ النادي الاهلي هنا وكانت فين مبادئ النادي الاهلي هنا. ما دايما بنقول للناس لما تيجي تقيس حاجه خلي القياس بنفس الظروف. خلي القياس بنفس الظروف. ما ينفعش تقيس واقعه في توقيت معين على واقعه فيها جزء من الشبه، يعني في تشابه لكن مش كل عواملها كانت زي عوامل الواقعه الاولانيه، تمام. فبالتالي اكيد النتيجه هنا هتختلف، لكن تبقى مبادئ النادي الاهلي هي المبادئ الثابته المتوارثه المعروفه من الجميع. فعشان كده بقول لك مش مستغرب، وعلى فكره في ناس بتهاجم النادي الاهلي في التوقيت ده، مش عجيب علينا ان احنا نسمع الكلام ده. مش عجيب؟ لا مش غريب. ليه بقى؟ متوقع منهم، من الاشخاص دي بالذات. طبعا طبعا متوقع. متوقع. انا ما بحبش اتكلم بشكل مجهد. طب ايه مصلحتهم في كده؟ يسال في هذا هم يعني، هم اللي يسالوا في كده. ممكن في تصورك انت، ممكن زعلان انه بعيد عن المشهد، يمكن في ناس
يتمنوا ان احنا بنتكلم يا جماعه بصراحه يعني على تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني برضه عشان يبقى واضح. انا لسه كنت جاي لك في الكلام بقول لك انا ما بحبش اتكلم بشكل مجحف بالظبط خلاص. انما طالما احنا قلنا باسماء زي الكابتن مجدي عبد الغني لابد ان يكون في ضوابط في الكلام هنا احتراما لسياسه النادي الاهلي وسياسه قناه النادي الاهلي. كويس. لو بتكلم في مكان ثاني لا الوضع هيختلف. هيختلف طبعا طبعا. وهتكلم على الكابتن مجدي عبد الغني وهفند تصريحاته الاخيره بشكل مختلف تماما. كابتن مجدي عبد الغني انا ما البسش شورت وفلانة لكن انا راجل ناقد رياضي واقدر افند تصريحاتك كويس. لكن هنا المكان انا بقول لك هنا المكان مش هينفع او مش هتكلم على قرارات النادي الاهلي. قرارات النادي الاهلي ليها اسس وضوابط انا بحترمها بالظبط. لكن التصريحات اللي قالها الكابتن مجدي عبد الغني لا تتوافق مع واحد مر جنب سور النادي الاهلي. مش لاعب في النادي الاهلي والمفروض ان له تاريخ جوه النادي الاهلي. في النادي الاهلي ومبادئه اللي بيختلف على سياسه. واللي بينتقد دون الفاظ ودون مصطلحات. لكن النقد مش عيب. عايز تنتقد حقك مفيش مشكله حقك. وانا بس الاسلوب وانا بقول لك ان قناه النادي الاهلي هنا مثلا انا ممكن ساعات بقول ان في حاجات غلط في وجهه نظر معينه. في حاجه كان المفروض نتحرك فيها بالشكل المختلف. يبقى في ضوابط. انما اطلع اهاجم مثلا لجنه التخطيط بالمصطلحات بالشكل ده للاسف الشديد. انا زي ما بقول في ضوابط معينه لابد ان احنا انتقد زي ما انت عايز. قول زي ما انت عايز. انا ممكن اتكلم في تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني في تصريحات فنيه انتقد. انا ممكن انتقده. يعني هو مثلا بيتكلم بيقول لك علي معلول النادي الاهلي مش قادر يجيب باك شمال وبيدي علي معلول مليون دولار بغض النظر عن القيمه. واحنا مش هنتكلم في القيمه وانا مش هقر ليك بالقيمه هو واخد مليون دولار ولا لا. برافو عليك. انا بتكلم في قصه ثانيه خالص. الكابتن مجدي عبد الغني اختزل قيمه علي معلول في انه باك شمال. اختزل قيمه علي معلول في انه باك شمال. الباك شمال ده اصلا امر غير ضروري يعني. لا لا بغض النظر كمان. هو انا ممكن اجيب باك شمال كويس. ممكن اجيب مهاجم كويس. انما من يتوافق مع قيمه وشخصيه النادي الاهلي. شوف لكام مباراه لعبها علي معلول هو كان البطل الاول المباراه. حجم تاثيره مع النادي الاهلي حجم تاثيره الفني والمعنوي طبعا. انت بتتكلم في واحد كابتن منتخب تونس. واحد يدرك قيمه تواجده في النادي الاهلي. الناس دي يا كابتن مجدي اللي النادي الاهلي زي ما انت شايف ان هم بيجيبهم بملايين بيجيبهم عشان يبني عليهم بالظبط. ما هو مستحيل ان هجيب فرقه كلها من الناشئين. انا ممكن اجيب اطعم الفريق باثنين ثلاثه ناشئين. والا لما تسالني وتيجي تقول لي هو فين قطاع الناشئين؟ فين قطاع الناشئين من ريال مدريد؟ فين قطاع الناشئين من يوفنتوس؟ انا بتكلم بقى بتتكلم على عصر احتراف. عصر احتراف وانا بتكلم عن النادي الاهلي. كابتن مجدي عبد الغني بيقول ما ينفعش النادي الاهلي ممكن يستغنى 10 سنين على الالقاب. ده النادي الاهلي بتاعك انت. النادي الاهلي بتاعك انت هو اللي استغنى 10 سنين على الالقاب. انما النادي الاهلي ما يستغناش. بيبني وبيعمل. وبيشتري. بيبني وبيشتري وبيعمل. فالنادي الاهلي ما لا النادي الاهلي لا احنا ولا جماهير النادي الاهلي ولا اي واحد مر جنب سور النادي الاهلي عنده استعداد ان النادي الاهلي يغيب 10 سنين على الالقاب. انا اسف. ده النادي الاهلي اللي حضرتك تقصده. مش اللي احنا نعرفه. النادي الاهلي اللي ما يستغناش عن الالقاب 10 سنين ابدا. فلا في تصريحات كتير ممكن نتكلم فيها. كابتن ما نتكلم عشان نوضح الحقائق للناس. كابتن مجدي عبد الغني بيقول النادي الاهلي ما كانش المفروض يعرض القيمه الماليه. برضه مش هقرر لك القيمه الماديه اللي انت بتقولها ولا الاعلام بيقولها. هتكلم في انت بتتكلم على الكابتن وليد سليمان وان المفروض بيقول لك ان لاعب بيخلص المفروض ما ادلوش قيمه ماليه قد كده. لا النادي الاهلي يدرك. النادي الاهلي لما بيتحرك على لاعب علشان سواء يجيبه من بره او يجيبه او يخليه قاعد مع الفريق بيتكلم في حاجتين. حاجه فنيه واليات السوق. حلو. اتنين. حلو. الفني عندي قرار فني من ريني فايلر ان عايز وليد سليمان. حلو. واحمد فتحي تمام. ما هنا بقى الجزء الثاني اللي بكلمك فيه اليات السوق. اليات السوق النادي الاهلي عنده سقف معين. حلو. ما ينفعش اعديه. وخد بالك وهنا هياخدنا على جزء بس مش هنطلع من الجزء اللي احنا فيه دلوقتي. جزئيه ناخدها واحده واحده كده عشان نبقى منظمين معاك. جزئيه معلومة. ان فايلر مهم جدا عنده حاجتين برضه. الحاجه الفنيه وظروف النادي الماليه. كويس. وهو قالها كويس جدا وقالها تصريحات. في تصريحات كتيره وفي التصريحات الاخيره. تمام. قال لك انا بطلب انما في حدود ماليه للنادي. مش هقدر اضغط عليه. كويس. نرجع بقى لموضوع احمد فتحي وموضوع وليد سليمان. هنا لما النادي الاهلي هو اتكلم على الجانب العرض الكبير. قال لك ما ينفعش تعرض على لاعب بيخلص
مبلغ قد كده. نقطة بقى خالد معلش قبل ما اتكلم، وبرده عشان الكابتن مجدي بيناقض نفسه في الفيديو بتاعه وقال ايه؟ الا ممكن تعمل اكسبشن للاعب او اتنين. طب ما الاكسبشن حصل اهو، الاستثناء حصل اهو لوليد سليمان واحمد فتحي، ان انت ممكن على حد كلامك انت ان هو ممكن تقدر تدفع للناس دول، هو دول الاكسبشن. لو ما عملتش اكسبشن لدول هتعمل اكسبشن لمين؟ وبعمله ليه؟ وليه؟ عشان احتياجات النادي الفنيه، المدير الفني عايزه. وعلشان دلوقتي لو احنا قلنا ان انت بتتكلم في اليات السوق، الاثنين ممكن يكون جاي لهم ممكن يجي لهم عروض، وجالهم على واحد فتحي جاله ووليد جاله فالاثنين جالهم عروض بكده. فمن المستحيل يا كابتن مجدي انت بتقول اللاعب بيخلص اسيبه. لو كل لاعب انت شايفه من وجهه نظرك انه بيخلص، مع ان انا عندي مدير فني شايفه ما بيخلصش، انا مش وجهه نظر حضرتك اللي هتقول اللاعب بيخلص وما بيخلصش. انا عندي مدير فني عايز ان اللعيبه دي تكون ضمن احتياجاته. فلما بيرسم لي ان دي ضمن احتياجاته، برضه حاطط في اعتباراته الاليات بتاعه النادي الماليه كويس. فلما النادي الاهلي يعرض على وليد سليمان، وليد سليمان يوافق، سقف العالي بتاعه، احمد فتحي ما وافقش، اتفضل هو يعني خلاص هو خد قراره. انا عملت العالي خلاص، انا وصلت للحدودي مش هقدر اتخطاها. والنادي الاهلي طلع بيان رسمي على لسان لجنه التخطيط ان هو بيشكر احمد فتحي وبيتمنى له التوفيق بكل الاحترام، واعلام النادي الاهلي اتكلم وبكل احترام قفل الموضوع. انما الناس بقى لها، يمكن انا اعتقد ان في ناس ممكن تكون شويه احمد فتحي يشاركها في ارباحها الدعائيه. لا ده حقيقي، احمد فتحي المفروض ان هو يعني خلاص ان راجل بطل الهوى على مدار اسبوع الناس ما كانتش لاقي حاجه. وفي فرق ما بين انك مش لاقي حاجه او مش عايز تلاقي حاجه. دي مهمه اعلاميا. يعني في فرق انك عايز تلاقي حاجه، وفي فرق انك بتستسهل، هات اتنين ثلاثه يقعدوا، يلا احمد فتحي كان عنده حق، بتستهلك وقت ولا النادي يعني الاهلي كان عنده حق. وسوشيال ميديا وترند واي حاجه ارمي فيها اسم النادي الاهلي هتبيع، ويطلع انتقد ويطلع هاجم. هو ده التفكير اللي الناس شغاله بيه. تمام. لكن برضو في اعلام المفروض يرد. يعني احنا زي ما بقول احنا هنا بنرد بما يتوافق مع مبادئ وقيم واخلاق الاهلي، ده امر مفروض والضوابط. وعلى فكره والضوابط بتاعتنا احنا برضو، احنا اذا انا قلت في الاول هتكلم كلام تاني، لا في كلام عشان مش عشان حاجه معينه، لا عشان مش عايزين نستهلك كل الوقت في موضوع واحد. انما لا، الكلام ممكن نتكلم فيه كتير ونفند. النقطة يا خالد كمان، يعني انت اي قرار بتاخده ما بيعجبش حد. يعني شكرت حسام عاشور، قال لك ازاي وكان لازم تجدد لحسام عاشور. طب جددت لوليد سليمان اللي لا يقل عن حسام عاشور قيمه او تاريخ، قال لك ازاي تجدد لوليد سليمان بالمبلغ ده كله. احمد فتحي وافق او خلاص احمد فتحي مشي وبتاع، تفاوضت معاه ومش عارف ايه، قال لك ازاي تمشي لعيب كبير ولازم تحاول. طب انت في كل الاحوال قراراتك مش لا، ما الناس بس الناس هي هو الموضوع على الهوا. يعني الناس دلوقتي ممكن تشوفني انا بتكلم اقول لك عشان هو متوافق مع قرارات اداره النادي الاهلي وقرارات الجهاز الفني. ماليش دعوه باداره الاهلي دلوقتي، انا بقول لك بس يعني انا بقول لك الناس ممكن تشوف ان انا بدافع عن قرارات طالعه. احنا بنتكلم في اسس يا جماعه، خلينا نتكلم في حاجتين اللي احنا قلناها مهمين. دلوقتي كل القرارات اللي طلعت مش متوافقه في الجزئيتين اللي انا بكلمك فيهم، واللي الراجل نفسه والمدير الفني يتكلم عنه. قال انا ليا قرار فني وفي قرار مالي، ده ما اقدرش اتكلم فيه. بمعنى ان انا بقول لك انا عايز اللاعب ده، وشوفوا انتم متوافق معاكم ماليا ولا لا. ولو مش متوافق معاكم ماليا انا هقدر اكيف ظروفي. ما عملها مع رمضان صبحي يا جماعه. مش هو طلع قال نفس التصريح، نفس الكلام مع رمضان صح، وقال رمضان اتمنى استمراره، ورمضان لاعب مهم، ورمضان قال كتير على رمضان، بس في الاخر لو النادي الاهلي ماليا والموضوع ماليا انا هكيف ظروفي. وهو وعمليا بقى عمليا خلينا نكون واضحين، ما هو النادي الاهلي وفايلر قدر باي تشكيله كانت معاه يحقق الاهداف المطلوبه منه. صح. النادي الاهلي وصل نص، مع احترامنا الكامل لقدرات رمضان صبحي الفنيه اللي ما حدش يختلف عليه، طبعا وانه لاعب مهم وما حدش يقدر يستغنى عنه. وان النادي الاهلي يبقى عمل حاجه كويسه جدا انه قعد رمضان صبحي. بس برضه مش هيحصل كارثه لو رمضان صبحي خرج من النادي الاهلي. علشان كده دايما النادي الاهلي زي ما بقول لك وصل نص نهائي افريقيا من غير رمضان صبحي، وقادر ان شاء الله حتى لو اي ظرف من الظروف حصل ان النادي الاهلي ياخد البطوله باي لاعب. طبعا الاهلي ما حضرش فايلر. وهنا هناخدنا بقى معلش يعني لكلمه، لا انا عايزك تاخد راحتك خالص، لكلمه كل شويه لكلمه كل شويه تطلع على السطح نقعد نستناها. ايه هي؟ فايلر ما قابلش اختبار قوي. الموسم خلص. خلص وصلت نص نهائي افريقيا، والكلمه دي بتتقال اتقالت اول ما النادي الاهلي
كسب الزمالك في الشوط الاولاني في السوبر 3-0 ولولا ان حصل الاصابات وخلص 3-2 والنادي الاهلي كان مسيطر سيطره يعني رهيب. طبعا اتقالت قال لك لا 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 مش مقياس، خد بالك انا بلعب الزمالك مش مقياس. رجعت اتقالت بعد ما كسبت انت خمس مباريات في الدوري، قال لك لا 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 النادي الاهلي خمس مباريات والتاني الدوري ضعيف، مفيش منافس في الدوري. طلعت نغمه فايلر في افريقيا غير فايلر في الدوري، والراجل طلع فسر ده مع اني على فكره انا واحد من الناس ضد تفسيره. تمام. بالمناسبه هو كان قال لي ساعتها، هو قال ان طبيعي انك تكون محلي غير انت بتقابل في عشان المنافسه في افريقيا اقوى غير وبتاع. انا شايف حاجه ثانيه ممكن اشرحها بعدين. ماشي. انت بتتكلم خمس ماتشات قال لك ما قابلش حد قوي، 10 ماتشات ما قابلش حد قوي. كل لما يجي بقى الماتش القوي ونفس النقاد او نفس الخبراء التحليل، وعشان كده انا كنت قلت جزئيه ليه فايلر ما بيحبهوش في التحليل. تمام. تمام. ايه ان هو الماتش اللي جاي هو اللي هيبين قدرات فايلر. خلاص بقالنا فتره بنسمع الكلمه دي ويخلص والراجل يعدي وزي الفل. ايه يا جماعه لا 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 الماتش اللي جاي هو اختبار الماتش سان داونز. طب الراجل لعب كل فرق الدوري كسبها. خلاص بيراميدز اللي وصل النهائي يكون ويقول لك ايه الدوري مش مقياس انه يبين قوه الاهلي مع فايلر. الاهلي كسب بيراميدز اللي وصل نص نهائي الكونفدراليه والمرشح الاول للقب. طبعا الاهلي كسب المصري وهو وصل ربع نهائي الكونفدراليه وهو المرشح الاول للقب. الزمالك المصري لسه لا لعبته لعبنا المصري سيبنا كام مش فاكر 1-0 او 2-1 حاجه كده ممكن حد ماشي هفكرونا يا جماعه. لا كسبت المصري تمام. لعب الزمالك ما رضيش يجي علشان كسبنا المصري صح. الكهرباء لما جاب جول ما انا بقول لك الزمالك اللي وصل معاك نص نهائي دوري ابطال ما رضيش يجي علشان هو كان عارف ان هو كسبك ازاي في السوبر. وباعتراف الجهاز والاطار الفني بتاعهم قال لك انا مش مجنون او اقدر ان لاعب النادي الاهلي مفتوح او هاجم النادي الاهلي. خد بالك ده المدير الفني، انت عندك الغريم او المنافس التقليدي بتاعك بيقول لك انا ما اقدرش اهاجم النادي الاهلي هو بحالته دي. هو مين اللي عمل الحاله دي؟ مش فايلر طبعا باللعيبه دي طبعا اللي من غير رمضان صبحي ومن غير لعيبه كتير. مش رمضان صبحي طيب نغمه اخرى من ضمن النغمات برضه. استنى كمل ماشي معاك. انت عديت الهلال السوداني في السودان انت بتتكلم المحطات الصعبه في مشوار فايلر يعني وكيفيه التعامل معاها. انت عديت الهلال السوداني في السودان وكان ممكن الهلال السوداني بس يكسبك ويصعد مكانك طبعا وانت كان ممكن تكسب سكور هناك والظروف صعبه جدا وكسبت. بتلاعب سان داونز هناك هنا الاول بتعمل اداء هايل خططي بتكسب 2-0 وهناك بتعمل ماتش تكتيكي على درجه عاليه من التخطيط قبله اداريا وفنيا وتيجي دلوقتي يقول لك احنا فايلر ما قداش يعني خلاص لو احنا بنفس المنطق عايز اختبار يعني قوي عشان خلاص ماشي ناخد الاهلي ودي في حته ثانيه زي الناس ما كانت الناس الثانيه كانت بتقول لك نروح نلعب في الدوري الاسباني. مش كده يا جماعه مش كده يعني لازم يكون في منطقيه وواقعيه في الكلام. طيب نغمه الناشئين يا خالد، ودايما النغمه دي الناس تحس ان هي حافظاها لكن ما بتبصش على ارض الواقع ان الاهلي ما بيعتمدش على الناشئين. طيب لما نيجي نبص على تشكيل الاهلي دلوقتي كام واحد من ناشئ النادي؟ امام اشرف ادي واحد، رامي ربيعه تمام، محمد هاني الشناوي أربعة، الشناوي إكرامي قبل ما يمشي أدي خمسة، حسام عاشور سعد سمير حسام عاشور أدي سبعة. لا قوام كبير لسه لو قعدنا لا نعد بقى نعد مين تاني؟ مؤمن زكريا من ناشئ النادي الأهلي. لا نجيب القائمة مين تاني؟ عندك ناس كتير ناس كتير عندك بقى المعارين، عندك أحمد ياسر ريان ولاعيب بقدرات ممتازة، عندك ناصر ماهر من ناشئ النادي الأهلي. يعني اذا الاهلي بيلجا للناشئين، الاهلي بيعتمد على الناشئين لكن هي السياسه بتبقى متوازيه ما بين الاعتماد على الناشئين وتدعيم الفريق بشكل قوي عشان افضل انا في الطب وافضل ما بين ان انا خد بالك ان انا ساعات بجيب وساعات الناشئ بتاعي ما يحلفوش التوفيق تمام فيطلع سنتين ثلاثه يتالق ويرجع يكتسب حاجات مهم جدا ده يحصل. جواز مرورك انك تتكلم في الكوره تكون لبس شورت وفانيلا او عشان تتكلم او عشان تتكلم في الاحتراف تكون لبس شورت وفانيلا. فيعني انا مش فاهم إيه لو ما لبست الشورت وفانيلا لا يحق لك اطلاقا الحديث عن كره القدم. ممكن تقعد على الشط وتتكلم انت تروح بس تشجع كده وخلاص. هل ده منطق يا جماعه؟ وما ينفعش تنتقد وما ينفعش تحل وما ينفعش تقول وجهه نظر والكابتن ما ينفعش كمان. خد بالك ده حتى اللي لبس شورت وفانيلا لابد ان هو كمان ما يتكلمش عن سياسه الاحتراف. لا معلش ما سياسه الاحتراف ده
90% اللي بيتكلموا فيها بره لو بتتكلم عن بره مش هم اللي بيلبسوا الطوفان. طبعا طبعا. اللي بيتكلموا على اساس الاحتراف ناس ثانيه غير الناس بتوع البدع على فكره. بقول لك انا عايز اسالك سؤال بصراحه كده، لو مثلا كابتن مجدي عبد الغني بما انه هو اللي اتكلم يعني عن القصه لا على فكره مش كابتن مجدي بس اللي اتكلم، احنا بنتكلم في اخر حاجه يعني اخر حاجه عدت كابتن تقريبا مصطفى يونس برده كان اتكلم عن موضوع الشطه. مصطفى يونس احنا متعودين برده ناس كتير بتتكلم، لكن في كل الاحوال في كل الاحوال انا برده انا مش مختلف مع الناس دي في حاجه خالص. اسمعني بس، هم قامات كبيره وناس لعبوا للنادي الاهلي وليهم كل التقدير والاحترام، احنا بنتكلم على اسلوب النقد بالعكس. ده حاجه تبسط لما تنتقد الاهلي عشان الناس تتعلم من اخطائها تبتدي تشتغل. بص يا ميرو لك حاجه بس عشان اكمل سؤالي بس قبل ما انسى، لو كابتن مجدي عبد الغني مكان وليد سليمان هيرضى باقل فلوس ولا هيطلب ايه من وجهه نظرك؟ كل الاحتراف يا كابتن. ده احتراف يا كابتن، يقول لك ده احتراف. هيطلب طبعا، هيطلب واكتر عشان بس يمكن انا ما اي لاعب اي حد اي حد هيطلب. انا وانت بنقعد هنطلب بس يبقى الفيصل هنا. يبقى الفيصل هل هقبل بالسقف المالي المطروح او الاخر من النادي الاهلي ولا لا؟ وهنا نطرح سؤال مهم جدا دايما الناس بتقوله، دايما الناس بتقوله هو انت لو مكان فلان وجالك انت خد بالك بقى والقياس هنا، انت لو جالك في شغلانتك هو طلع اللي بيسال واللي بيطرح السؤال طلع بره حدود الكوره وبره نادي الاهلي وبيطرح عليك سؤال مهم جدا تمام، يعني اللي بتنتقد قرار فلان لو جالك شو انت مثلا مذيع او انا مثلا صحفي او اي حد موظف في شركه، لو جالك شغل زياده 2000 جنيه مش هتتكلم على الانتماء والوفاء وساعتها هتسيبها وتروح؟ تمام فاهمك. هسيبها واروح تمام لحاجه مهمه جدا يعني الناس ما تفهمهاش وما تعرفهاش. النادي الاهلي مش شركه. النادي الاهلي مش شركه، في عوامل تانية كتير جدا بتعوض الجوانب الماديه. حدود اي شركه، هو انت ايه اللي ممكن يصعب عليك وانت خارج من المكان اللي العشر والشركه؟ طبعا حدود الشركه بتاعتك دي بالظبط هي حدود، هي جدرانها. حدود اي شركه هي جدرانها وزمايلك اللي انت تعاملت معاهم. انما حدود النادي الاهلي هي كل مشجع موجود في اي مكان. كويس، اذا حدود النادي الاهلي مفتوحه. ملهاش، النادي الاهلي ملوش حدود. فلما تتكلم على لاعب وتقيس تقول انت لو مكانه في شركتك هسيب الشركه اكيد كموظف مش كموظف انما انا في كيان النادي الاهلي. الاعتزال في النادي الاهلي له ثمن تمام، البقاء في النادي الاهلي له ثمن. هات لي رئيس مجلس اداره اي شركه في اي حته فيك يا مصر لو مش جنب اي لاعب في النادي الاهلي هيبقى الوضع عامل ازاي؟ عشان كده بقول لك، عشان كده بقول لك فرق كبير جدا ما بين التشبيه والتشخيص. اي واحد هو طالع من الشركه بتاعته هيصعب عليه جدران المكان اللي قاعد فيه سنتين ثلاثه اربعه. انما وانت خارج من النادي الاهلي بيصعب عليك حاجات كتير. طبعا بيصعب عليك حاجات كتير وانت ماشي في الشارع. بيصعب عليك حاجات كتير تكتشفها بعدين. بيصعب عليك حاجات وانت بتختار. انا ما بتكلمش على احمد فتحي على فكره، بتكلم في العموم. كل بقول لك ايه، بالمناسبه خد ليه حريه الاختيار وكل واحد قادر بقراره. ارجع حاجه ما تقللش ان اي حد بالتاريخ، اي حد خرج من النادي الاهلي مختار. هو اللي اختار. خلاص، هو اللي اختار ودلوقتي هو بيقول ايه. وبعدين خد بالك في حاجات مهمه انت ما ينفعش تتنازل عنها. كل واحد له حريه الاختيار. تمام، بتكلم على الفرق بين كموظف الشركه ولاعب في النادي الاهلي، وضع مختلف والقياس مختلف. وهرجع اقول لو عايز تقيس حاجه قيسها بنفس الظروف. لو عايز تشوف مثل قيسه بنفس الظروف. طبعا. شوف في لعيبه كتير جدا بتتنازل عن مستحقات كتير جدا عشان تيجي النادي الاهلي. بالظبط، خد بالك. صح صح صح، هو عارف رايح يشتري ايه. انت في النادي الاهلي بتشتري فلوس وحاجات تانية كتير، حاجات تانية ما تقدرش انك تشتريها بفلوس، ما تسويش فلوس. وهنا برضو وعايز ارجع لجزئيه مهمه في فكرته، ودايما انا كنت بقول حاجه مهمه جدا للاعب الكوره، ارجع بالتاريخ لحد دلوقتي يا امير وشوف كل نجم دلوقتي، يعني نجم سابق طبعا ولسه متوهج وبيكسب من نجوميته لحد دلوقتي، هو اللي كانت بالنسبه له كره القدم حاجتين وتدار بحاجتين، بالقدم وبالدماغ. الاحترافيه، كل واحد تعامل مع كرة القدم ان هي مهنة احترافية وليها اعتبارات كتير كمل ولسه لحد دلوقتي بيكسب شهرة وفلوس. وكل من تعامل معها كرجل بس بعد ما رجله بطلت ودماغه اللي بقت تتكلم
بدا يخسر رصيد اللي رجله عملته طول السنين اللي فاتت. لما بدا الرجل خلاص وقفت والعقل عايز بقى يكسب، خلاص انا راجل رجلي عملت لي شهره فهطلع ما عنديش حاجه غير لساني وعقلي اللي يعني لساني بيعبر عن الموجود في عقلي. فطبعا هو ده عقل عطلان بقى له 20 ولا 25 سنه، فاكيد هفضل اخسر كتير جدا من اللي عملته اللي عملته رصيد رجلي في الملعب. مع كامل الاحترام للرقابات كل واحد في الدنيا يعني. لا 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 انا ما بتكلمش على جزء، انا بتكلم في العموم على الواقع، على اللعيبه بطلت يعني. وكل واحد بيبقى ليه مقاييس مختلفه يعني. اتمنى كل واحد طيب. اختياراته هنا من جماهير الاهلي، جماهير النادي الاهلي من حقها تختار نجومها ومن حقها تختار ولائها هيكون لمين. وزي ما انت بتقول اي حد يطلع يتكلم في الاحتراف ده تشجيع يا كابتن، ده تشجيع يا كابتن يا راعي الاحتراف في مصر. تشجيع مش هتقدر لما اجي اتكلم عن احتراف اتكلم عن احتراف ككل، مش هجزقه الحاجات على حسب بص دماغي. بص يعني بص جماهير الاهلي مش هتدفع لها فلوس عشان تحب فلان او تبقي على رصيد فلان. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، مفيش حد ساهم في اي لقب بطوله تاريخيه واضاف للنادي الاهلي جماهير النادي الاهلي هتنكر عليه انه حقق البطوله دي. لكن الحب والكره ده بتاع ربنا بقى طبعا، مش بتاع حد. طيب خلينا بقى نروح لملفات اخرى بعيد عن النادي الاهلي شويه، عن بعض الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي. واحنا هنا يا جماعه دورنا ان احنا نوضح كل شيء بيخص النادي ونرد على اي انتقاد، ممكن انتقاد يكون في محله بالمناسبه، لكن احنا دايما بنتكلم على الاسلوب وطريقه، الطريقه اللي ينفع تنتقد بيها يعني طبقا للي اتعودنا عليه من خلال النادي الاهلي يعني. فانا عايز اتكلم في جزئيه ثانيه خالد بخصوص اتحاد الكوره وانتخابات. واضح ان هي سخنه كده بدري بدري، وواضح ان الموضوع مش سهل والقصه كبيره وكلام من ده. كيف ترى انتخابات اتحاد الكوره؟ لسه شويه على ميعاد الانتخابات، لكن الناس كلها بترتب من الوقت اللي احنا فيه ده. هي الناس طبعا من وجهه نظري ان كل واحد بيرتب لحاجه احنا مش عارفين هتبقى بناء على ايه. يعني لحد دلوقتي اللائحه مش واضحه. كان في تصريح طالع من الاستاذ وليد العطار مدير تنفيذ اتحاد الكره بيقول ان اللائحه اللي طلعت دي اللي اتسربت دي هي مجرد مسوده ولسه هيتم التعديل عليها. فبالتالي انت مش عارف مين داخل ومين خارج. هل اللائحه اللي موجوده دي هتسمح؟ انا من وجهه نظري ان اللائحه اللي جايه هتسمح طبعا بوجود اشخاص كانت موجوده قبل كده وهتمنع، لكن هتمنع مين وتسيب مين دي اللي لسه مش عارفين. هتمنع بناء على ايه؟ مش عارفين يعني. احنا كنا بنقول على الناس اللي كانت موجوده بيقول لك مثلا ممكن الاستقاله الجماعيه المجلس السابق دي اللي تمنعه ان هو يخش الانتخابات طبعا طبقا للائحه المفروض هتتعمل الجديده. وبعض يقول لك اصل بند 8 سنين، فبعض الاشخاص اللي كانوا موجودين في الاتحاد المره اللي فاتت دول كانوا موجودين دورتين يعني، فهنمشي بأني طريقه يعني. هو الواضح ان احنا هندور في نفس الفولت في النهايه. يعني في النهايه نفس الاشخاص يعني؟ ما فيش غيره. هو ما فيش غيره؟ حد طلع على الصحه غيره؟ ما فيش حد طلع قال انا ناوي غيره؟ وما تفهمش ليه دايما الجمعيه العموميه حتى بتختار الناس اللي يعني دايما بتحاول تعيد نفس الاختيار. يعني تقريبا كان نزل مش عارف الذاكره معايا ولا لا، ان كان الكابتن وائل جمعه كان فكر قبل كده نزل في القائمه، كان في القائمه اعتقد بتاع المهندس هاني بريده في انتخابات الكوره. مش فاكر يعني بحقيقه يعني مش وما فاكر وما كسبش. يعني هي الفكره فكره ان الناس عايزه او هي مساله تربطات وهي مساله مصالح ما تفهمش. لكن في النهايه الامور هترسى على يعني اعتقد ان ما فيش وجوه جديده هتدخل. وان كان الكابتن احمد شوبير بيقول ان هو مجهز قائمه كويسه وفيها ناس وجوه جديده هتبقى مفاجات. قال تصريحات كده ده قالها مش عارف المهندس هاني بريده قال ايه. لسه لا ليه تصريحات مختلفة. مهندس هاني ابو ريده هيتكلم بخصوص موضوع امم افريقيا اللي احنا خرجنا منها، هيتكلم عن عمرو ورده، هيتكلم عن حاجات كتير في الانتخابات بخصوص الانتخابات بس يعني. يعني الامور مش واضحة. يقال ان قال ان هو هيخوض انتخابات الجبلية المقبلة بتغيير كامل عن مجلسه السابق. بتغيير كامل ده طبقا لتصريحاته في اطار رغبته بضخ دماء جديدة للاستفادة منها في بناء الكرة المصرية بشكل جيد في الفترة المقبلة. ده تصريحات المهندس هاني ابو ريده. وهو غالبا ان في بعض التسريبات بدات تطلع ان في حد هيدخل معاه، انا مش عايز اقول اسماء يعني من غير عشان هي كلها تسريبات مش حاجات رسميه لسه. فلسه هنشوف يعني، لسه الامور مش واضحه عشان ما فيش لائحه. انت في معلومات عندك؟ لو عندك معلومات قول. لا انا ما عنديش معلومات. ما فيش معلومات؟ لا ما الابتسامه دي معناها ان انت عندك معلومات قولها عادي. لسه يعني مش حابب نتكلم في حاجه ممكن يكون فيها مشاورات، ممكن يكون فيها كلام. فانا المشاورات بخصوص مين مثلا؟ يعني بلاش دلوقتي يعني، ممكن الاسبوع الجاي ممكن نتكلم فيها مع بعض.
تمام ان شاء الله ان شاء الله يعني بالتفصيل اكتر يعني بس لما يكون في حاجه ايا كانت اسمها هنقول اي اسماء هنقولها ايا كانت من هي بس لما يمكن بعد اسبوع يكون الامور وضحت شويه طيب الامور واضحه شويه ماشي هنشوف الامور هتمشي ازاي في انتخابات اتحاد الكره تحديدا واحنا نتمنى في الاخر خالد ان الاصلح للرياضه المصريه هو اللي يتولى يعني هو نتمنى في النهايه حاله بص ايا كان اداء اي مجلس معين يا امير ايا كان اداؤه سواء اختلفنا او اتفقنا عليه سواء احنا قلنا هو اداؤه حلو او مش على المستوى المطلوب في بعض الملفات يبقى المجلس المعين هو مجلس انتقالي فقصه انه هو ودايما بيكون خايف يغلط ودايما بيكون مش عايز يتاخد عليه ان هو عنده حسابات ودايما بيكون عايز يبين ان اي حد مثلا زملكاوي او اهلاوي ملوش علاقه باللي بيحصل ولا ليه ميل او هوى دايما تمام. فعشان كده دايما بقول لك ان ده المجالس اللي بتبقى بالشكل ده او الفترات الانتقاليه بالشكل ده بنتمنى ان هي ما تطولش ام لو حصل ظروف وطولت هنكون برضو مضطرين ان احنا نتعامل مع الوضع الموجود مع لو في اي انتقاد هيحصل هنقول ان ده غلط لو في اي حاجه حصلت هنقول ان ده صح هو ده ده السياسه المفروض ان تتبع يعني في كل الاحوال لكن برضو من ضمن الامور الهامه اللي الناس ممكن تكون بتفكر فيها دلوقتي هو ازمه الحكام في مصر وبعد استقاله او اقاله جمال الغندور طبعا المتواجد دلوقتي كابتن وجيه احمد هو طبعا قيمه كبيره جدا وكابتن عزب حجاج وما يؤخذ في الموضوع هنا ان مين رئيس لجنة الحكام انا بس عايز اسال ما هو انت ما تعرفش مين رئيس بس الاثنين بيديروا اعتبر فتره مؤقته يعني لكن في كل الاحوال في كل الاحوال يا خالد انا عايز اسال سؤال احنا امتى هنبطل نتكلم عن ازمات بتخص التحكيم احنا ممكن نتكلم في جانب فني الحكم مستواه عامل ازاي كلام من ده نقيم طبيعي لكن في نفس الوقت المشاكل اللي جوه اللجنه المشاكل اللي جوه الاتحاد امتى نتخلص من الجزئيه دي يعني بص كنت تابعت بعض الحاجات اللي عملها على فكره كابتن شوبير في برنامجه واللي قال ان كان في بعض الحكام كانت عامله جروب على الواتساب بينهم وبين بعض علشان يحاولوا يجبروا اتحاد الكوره عدم قبول استقاله الكابتن جمال الغندور وان كان في انقسامات وان كان في مشاكل يعني الفكره كلها ان واضح ان البيئه نفسها فيها مشكله او الناس نفسهم عندهم مشاكل دي قصه القصه الثانيه انا ما ينفعش اكون عندي اتحاد كوره عندي مداخيل او عندي فلوس وعندي عقود رعايه بالشكل ده ويكون عندي تاخر مستحقات تحكيم بتقعد بالشهرين والثلاثه والاربعه ما ينفعش باي حال من الاحوال ما ينفع اي واحد في خاصه منظومه الحكام ما ينفعش انك تاخر على الحقوق يعني ما ينفعش انك في التوقيت ما هو ده على فكره ده بيسبب مشاكل ده بيسبب ازمات لاي حد موجود ودايما على فكره اي حد من رؤساء لجان التحكيم اللي بيجوا هتلاقي اول تصريح بيقوله هنصرف المستحقات المتاخره وده اول تصريح قاله الكابتن وجيه احمد على فكره هنصرف المستحقات هي المتاخره ده تبقى متاخره كتير ليه؟ وليه اصلا متاخره؟ ليه؟ هو ده السؤال بس وعلى انهي لائحه؟ القديمه ولا الجديده؟ لا على الجديده على الجديده هنصرف على الجديده كويس الفكره كلها لابد ان القصه دي الناس تتخلص منها ومش عايزين مشاكل وازمات كتير الفتره اللي جايه هي الفتره انت فتره زي ما اقول لك فتره انتقاليه وفتره بتعمل فيها اللائحه يا امير يعني عايزين وخد بالك ده هياخدنا في نقطه مهمه جدا الفتره دي انت مركز في حاجه مهمه وهي ايه السيناريوهات المحطوطه علشان عوده النشاط واحنا لحد دلوقتي المفروض الناس اللي قاعده بتفكر في التحكيم والكلام ده كله اكيد لازم يكون عندها فكره احنا هنعمل ايه مثلا الشهر الجاي لو النشاط رجع هنعمل ايه اجهز سيناريوهات يعني لازم اقتراحات لازم هل احنا بنشتغل على الجزئيه دي يا خالد مش عارف ولا لا لا عشان بس ما اكونش في سكه هجوم وخلاص دي انا واحد من الناس على حسب معلوماتي ان هم مستنيين بره يشوفوا الدوريات اللي بره هتعمل ايه خد بالك من دي وهو بالنسبه لهم ده سيناريو يعني احنا دلوقتي بنسيب الناس اللي بره تفكر شايفين هيشوفوا مثلا الدوري ما نفكرش الدوري الانجليزي طب ليه احنا يمكن لايك مقترح احنا عندنا يعني فك شغل دماغك شويه يمكن يبقى عندنا حاجات اقول لك الحاجه احسن من اللي بره فايلر كان قال مقترح بتاع تعقيم الفنادق وأسير على فكره في بعدها بيومين ثلاثه في الدوري الانجليزي يعني في الاعلام بدا مش طبعا مش خدوا كلام فايلر اللي بقول لك اكيد يعني لا نفس الافكار توافق وتوارد افكار عشان كده بقول لك لو فكرنا ممكن نلاقي افكار طبعًا. ممكن نلاقي سيناريو واحد يا خالد استمتعت بوجودك انا بشكرك شكرا جزيلا استمتعت بيك يا امير واتكلمنا بصراحه مش عايزين الناس
تزعل من من الصراحه هي دي الحقيقه. والنادي الاهلي اغلى من اي حد اكيد، النادي الاهلي فوق الجميع حرفيا، ده امر فمحدش يزعل طالما هتيجي ناحيه النادي الاهلي لا اكيد لازم نقف بالظبط كده. انا بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز الاستاذ خالد التريبي الناقد الرياضي الكبير ورئيس القسم الرياضي بالشروق، واتكلمنا معاه في بعض الملفات الهامه جدا ومنتهى الصراحه. دي كمان كانت حلقه الاثنين من كلام في الميديا. عارفين حضراتكم يعني الفتره الجديده او الفتره الحاليه اللي احنا فيها دلوقتي، فالبرنامج بيطلع مرتين بس في الاسبوع بسبب فيروس كورونا والظروف الحاليه، لكن ان شاء الله باذن الله بعد انتهاء هذه الازمه هنكون معاكم كل يوم زي ما احنا اتعودنا. كمان عايز افكر حضراتكم بهاشتاج اسال كلام في الميديا، اي سؤال نفسك تبعته من خلال فيديو او رساله ابعت وهنعرضها على البرنامج معانا في البرنامج ونرد عليها بكل تاكيد. دي كانت حلقتنا النهارده، انتظرونا في حلقه الخميس ان شاء الله باذن الله من نفس البرنامج. الى اللقاء.